مدرسة أبيضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. النهاردة بقى جينا عند المهندس مسعد والحاج سيد أبو شوربة، عازمنا النهاردة على بطاطا. إيه يا حاج سيد الأخبار؟ البطاطا دي يا عم رزق بيضة بتاعة الأكل. أه. بتنشوي وبتصفي ميتها وبتبقى أحلى بطاطا في الشوي بتاعة الأكل. دي إحنا مقلعينها إمبارح يا عم رزق. مين اللي عازمنا عليها؟ الحاج سيد ابو شوربه والحاج المهندس الزراعي الاستاذ مسعد. تمام. وشاي برضه، شاي كشري عموله. هاتي الكانون. ماشي يا عم رزق. البطاطا دي بقى بتتزرع ازاي يا حاج سيد؟ البطاطا دي يا عم رزق بتيجي من شهر 4 او شهر 5. شهر 4. من شهر 4 ومن شهر 5. ايوه. شهر 5. اه. بنعمل بتقعد 4 اشهر في الارض. أو 3 أشهر ونص. تمام. بنقطع الشوادي كده يا عم رزق صغيرة ونشتي ونحرث الأرض الأول وننعمها ونشتي البطاطا دي. تقعد الأرض بعد ما بنشتي البطاطا دي بتقعد 40 يوم عشان إنها تجيب زرار. تجيب إيه؟ زرار زي دي. زرار زي دي كده. لو جريت عليها بعد 10-15 يوم ما بتجيبش زر، لازم أن البطاطا تصوم أقل حاجة تقعد 40 يوم و50 يوم. ما تشربش خالص، تشتلها وتسب على كده عشان تجيب زرار زي كده. اهي وفي احجام اكبر برضو هيك، وفي احجام اكبر من كده برضو كمان، بس احنا جايبين الحاجات اللي هي الوسط ديك عشان ايه تستوي دغري، بتنشوي على الولع دغري. وده من خير بلدنا يا عم رزق. الله يكرمك. ولا كماوي ولا هرمونات ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي الثانيه اللي ايه اللي الناس بتعتمد عليها في الحاجه ده. اهم حاجه دي والله، اهم حاجه في الحاجه دي، الحاجه دي بناكلها لا في اي كماوي ولا مش كماوي، ولا ما بنرميش كماوي خالص. البطاطا حتى ما غسلناهاش. اهي بطنه كمان، اهي بنشوي بطنه على بتاعها من عشر دقايق. اهو اه والله يا عم رزق، احنا الحاجه هنا بتبقى طبيعية. مضمونه 100% طبيعيه صراحه. اي أيوة والله، حتى الشتلات اللي عندهم اللي هي الشطه والحاجات دي، والشطه والحاجات برضه يا عم رزق من خير بلدنا برضه. مفيش كيماوي ولا كيماوي ولا اي حاجه، بياكلوا من غير توم على طول على طول. ماشي. جينا البطاطا انشوت، انشونا البطاطا اهو. يا حاج سيد اهلا يا عم رزق. البطاطا حطناها ربع ساعة بالظبط على الولعة كانت انشوت. بالصلاة على النبي. اي بالصلاة على النبي، ولا فيها انسجة ولا فيها أي حاجة خالص. يا شايف يا عم رزق؟ بالصلاة على النبي. اي بطاطا بيضة زي شمبي. بطاطا بيضة مش موجودة. هي البطاطا البيضة دي بقى بيقولوا عليها مش موجودة إلا عند السيد أبو شوربة والحاج مسعد أبو مرسي. بالصلاة على النبي. اي في حد عنده بطاطا بيضة في الكفر غيرنا؟ اللي عنده من ده يقول لنا. اي ولا فيها انسجه يا عم رزق ولا فيها حاجه. وادي البطاطا 10 دقائق اتصفت ميتها يا عم رزق وانشوت. بالصلاه على الرسول. اي وشوينها بطنها بحاجات يعني، قلعنا من الارض وجينا ولا غسلنا ولا عملنا. ادي اهي البطاطا يا عم رزق، شويه ولعه ولعناهم زي ما انت شايف، وحطينا البطاطا على الولعه وكنكه الشاي جنبها، شربنا الشاي. وادي البطاطا يا عم رزق، احلى بطاطا بيضة ولا فلا مغذيات ولا الهواء. ما بنحطش احنا حاجات من الحاجات دي خالص، طالعه يعني صحيه وسليمه. سليمه 100%. اي الله عليك، الله عليك ابو سي. الله عليك، الله عليك. بطاطا بتدخن يا رزق. الله اكبر. تخنة. والله احلى كتاب. احلى قعده والله، تنسى الدنيا خالص. بطاطا مسكره مش مره. ومع كوبايه الشاي بالدنيا. نسبه السكر خفيفه، يعني نسبه السكر بتاعتها خفيفه مش زي البطاطا الحمراء. خفيفه شويه، نسبه السكريات بتاعتها خفيفه شويه مش زي الحمراء. بس دي حلوه للامراض السكر والكلام ده. دي حلوه للسكر والضغط والحاجات دي. تمام. خير بلدنا يا عم رزق. بالصلاه على الرسول. دوق يا عم رزق البطاطا بالصلاه على النبي. ايش يا عم، حاجه بالصلاه على النبي والله، حاجه تمام. سوقنا اهي يا عم رزق 10 دقايق يا عم رزق بالصلاه على النبي، كانت كلها استوت. 10 دقايق على الولعه كانت كلها استوت. ولا مغذيات ولا هرمونات
ولا براشيم اللي بتتحط دي ولا اي حاجة. اهي. وانت كنت حاضر امبارح في التقليع، شفت التقليع عامل ايه؟ ما انا نزلت فيديو للتقليع 100 100. قلت لك القراط عند السادة وشربة بيجيب طن بطاطا، طن 1000 كيلو. الصلاة على النبي، القراط بينتج طن. القراط بينتج في البطاطا البيضا دي 1000 كيلو. القراط. قعدة بلدي، قعدة فلاحي، قعدة ما فيش حاجة بعد كده تاني. الصلاة على النبي. نقول لك ان شاء الله في فيديو قريب، ما تنسوناش باللايك والاشتراك والدعم للقناة، وانتظرونا في جديد ان شاء الله.